تحديدا الانطلاقه. متابعينا الاعزاء مشاهدينا الكرام، من جم محمد الشامسي وخالد سند النعيمي من الجهه الخارجيه على الحصان الازرق في منافسه قويه واندفاع قوي، لكن الجواد المتصدر والبطل المعروف اللي هو من جم على الصداره وعلى المركز الاول. من جم ومحمد الشامسي الى الصداره والى المركز الاول، خالد سند النعيمي في المركز الثاني، ومن جم بكل اريحيه على الصدارة وعلى المركز الأول. تهانينا وألف مبروك. إذن الانطلاقة الثالثة، راشد الصعاق من الجهة الخارجية وعبد الله العامري من الجهة الداخلية في منافسة قوية. متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، كما نشاهد راشد علي الصعاق خيال السباق في منافسة مع عبد الله العامري، تنافس قوي فعلا بين هذا الجوادين، عبد الله العامري وراشد علي الصعاق في منافسة قوية، راشد الصعاق وعبد الله العامري، راشد الصعاق إلى المركز الأول. تهانينا والناموس ويتأهل للجو. إذن الانطلاقة الثالثة، راشد الصعاق من الجهة الخارجية وعبد الله العامري من الجهة الداخلية في منافسة قوية. متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، كما نشاهد راشد علي الصعاق خيال السباق في منافسة مع عبد الله العامري، تنافس قوي فعلا بين هذا الجوادين، عبد الله العامري وراشد علي الصعاق في منافسة قوية، راشد الصعاق وعبد الله العامري، راشد الصعاق إلى المركز الأول. تهانينا والناموس ويتأهل للجو. والانطلاقة الخامسة تقريبا، متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، المنافسة كما نشاهدها، التنافس القوي بين الخيالين فعلا وسقوط للخيال، نتمنى لها السلامة إن شاء الله. فعلا الصدارة والمركز الأول كما نشاهدها على الجواد الأحمر. تهانينا وألف مبروك للمعضيد. إذن الانطلاقة السادسة، متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، من هذه المنافسات، المنافسات في سباق السابق وتأهيلي إلى الجولات النهائية، سباق السابق في نسخته الرابعة تقريبا. فعلا سباق السابق كما نشاهد الآن تنافس وسباقات التأهيلات، الصدارة والمركز. الشامسي في انطلاق الآن، متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، سعيد الشامسي من الجهة الداخلية، وكما نشاهد منافسة من الجهة الخارجية بين هبريح وسعيد الشامسي من الجهة الداخلية، منافسة قوية. هبريح الآن إلى الصدارة وإلى المركز الأول في منافسة قوية، كما يشاهد الجواد له هبريح والمسلم على الصدارة الآن وعلى المركز الأول. فعلا هبريح إلى الصدارة وإلى الجولة القادمة. تهانينا. الانطلاقة، متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، خالد الكواري وعبد الله المعضادي من الجهة الخارجية، عبد الله نشاهده مع الجواد اللي هو العريق على المركز الأول. العريق الجواد البطل، الجواد الفائز بنسخة هذا الموسم، العريق فعلا العريق على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني خالد الكواري، إذن الصدارة والمركز الأول عبد الله المعضادي والعريق إلى المرحلة القادمة. تهانينا وألف مبروك. إذن الانطلاقة، متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، عبد الله اليهري ومرجع عيون من الجهة الخارجية، منافسة قوية فعلا، عبد الله اليهري على الصدارة وعلى المركز الأول في محاولة قوية، عبد الله اليهري إلى المرحلة القادمة. مرجع عيون تهانينا وألف مبروك.